البروسيس دي، البروسيس دي هتحصل ازاي؟ اولا انا عندي كذا element كده لازم اخد بالي منهم. اول حاجه البروجكت نمبر، تاني حاجه الديسيبلين لو احنا بنتكلم عن كودنج للبروجكت او للدوكيومنتس، بعد كده الدوكيومنت تايب، وبعد كده سيكونس نمبر، واخر حاجه الريفيجن. البروجكت نمبر ده اللي هي ايه؟ هو رقم ابجدي فريد مش متكرر قبل كده، مخصص المشروع من قبل القسم او المدينه او القريه او البلده او المقاطعه اللي بتنفذ المشروع ده. بمعنى ان انا مثلا عندي مشروع مثلا في القاهره، فانا هتلاقيني مثلا كاتبه اول حاجه ايه اللي هي تعني ان ده مشروع موجود في ايجيبت، تمام؟ 19 مثلا دي بتعني ان المشروع ده بدا في سنه 2019. بعد كده 015 ده بدا ان هو ايه، ده رقم المشروع رقم 15 في سنه 2019، تمام؟ فده اول حاجه البروجكت نمبر. بعد كده ببتدي ان انا اديله الرموز بتاعته. طبعا كل شركه بتتعامل معاه على حسب السيستم عندها والسيكونس اللي هي عندها شايفه هي شغاله ازاي، بس هو ده المثال اللي احنا بنتكلم فيه، تمام؟ نيجي بعد كده على الديسيبلين، هو بيبقى عباره عن حرفين بيشيروا للقسم بتاع الوثيقه دي. دي وثيقه طالعه مثلا، او حرف الوثيقه دي مثلا ميكانيكال، فهيبقى بنتكلم عنها ام، الكتريكال اي، اركتكتشر اي، ستراكشر اس، كده يعني، تمام؟ فبنتكلم بقى، نبتدي ان احنا نحط هنا الابريفيشن للديسابلين بتاعنا علشان نبقى سهل ان احنا نعمل تصنيف للدوكيومنتس دي. طيب بعدين بنتكلم عن دوكيومنت تايب. طيب نوع الدوكيومنتس دي، شوب دروينج مثلا احنا بنديها اس دي، از بيلت بنديها اي بي مثلا، ماتيريال ام اي ار مثلا، ماتيريال سبميتد ام اس مثلا او ام اي ار، ار اف اي مثلا لو هي ريكوست فور انفورميشن. ندي اختصار للدوكيومنتس دي من حرفين او من ثلاث حروف علشان نحدد نوع الوثيقه دي ايه. وبعد كده بنديها رقم ديجيت من خمس ارقام، من خمس ارقام عشان طبعا احنا لو كملنا الحرف طبعا مش رايح هنا عندنا بتقعد بالسنين، فعلشان يبقى سهل علينا ان احنا ما نزودش رقم او مثلا ما نعملهاش ثلاث ارقام وبعدين نتفاجئ ان هو المشروع بقى قعد كتير فهو ثلاث ارقام خلاص خلصوا، فاحنا محتاجين ان احنا نزود ديجيت زياده وبعد كده يبقى عندنا مشكله في السيكونس بتاع الدوكيومنتس، فاحنا من اولها نديها 5 ديجيتس علشان لو انا جيت بعد كده كملت يبقى خلاص هي كده كملت. واخر حاجه بنتكلم فيها اللي هي الريفيجن، اللي هي الريفيجن ده رقم الاصدار بتاع الدوكيومنتس، ريفيجن 0، ريفيجن 1، ريفيجن ايا كان انت حضرتك بتدي له ريفيجن ايه. في ناس بتتعامل بالنوميريكال اللي هي 1 2 3، في ناس بتتعامل بالحروف اللي هي اي بي سي، بس احنا عامه هنا في مصر بنتعامل بالارقام، تمام؟ دي سامبل عن الكودينج سيستم او النمبرنج سيستم. هنا قلنا اول حاجه هنا بيبقى هنا رقم البروجكت، بعد كده هنا الالمنتس الثاني اللي هو او اللي هو رقم البلده، بعد كده الديسيبلين، بعدين الدوكيمنت تايب، بعدين هنا السيكونس نمبر، واخر حاجه ايه هي اللي هي الريفيجن اللي هي ايه اللي هي 0 1 2 3، تمام؟ ده كده اول حاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها الريفيو اند تست. دي بقى هنا شويه تعريفات خاصه بالدوكيمنت سيستم، يشرح فيها الدوكيمنت كنترول، وبيعرف فيها الدوكيمنت مانجمنت سيستم، بيعرف عليها يعني ايه document place holder. دي كلها تعريفات ممكن تقروها بعد كده فيما بعد. بعد كده revision والversion والchecking documents. نيجي بعد كده نتكلم عن checking documents. احنا كده خلصنا عن الdocument numbering، بعد كده يبتدي يدخل في